عن تاريخك؟ تريد أحدثك عن تاريخك وش كنت عيب هذا الكلام؟ يلا نتحدث عن تاريخي وانا اتحدث عن تاريخك. ايه اتأدب عبد الكريم. خلينا نوضح للناس منو تاريخك، شنو تاريخك، شنو تاريخي. يلا يا ولد هذا حوار ما يصير يسمعه الناس. انت الماما ادب خفيف تأدب. ما يشرفني بعد احكي ويا واحد تافه. تأدب يا عبد الكريم. عشرة. تأدب يا ابوق السلطه. تأدب يا ابوق القتله. انا اعتذر لجمهور